السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. مقطعنا اليوم عن هدايا تويتش وكيف نقدر ناخذها من موقع تويتش. فقبل ما نبدأ المقطع، أتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك. خلينا نبدأ بالتفاصيل. زي ما وعدتكم قلت لكم انه اول هدية من هدايا تويتش هسوي لكم مقطع خاص ووريكم كيف تقدروا تاخذوا الهدية، تمام؟ المفروض اول هدية ناخذها يوم 10 يوليو، بس هم قدموها لكن مو مشكلة. طيب، في نقطة، في ثلاثة نقاط مهمة ضروري اوضح لكم اياها قبل ما ندخل في التفاصيل. اول شيء ضروري يكون عندك حساب في التويتش، ثاني شيء ضروري انك انت رابط الايبك جيمز في التويتش، وثالث شيء اهم شيء تكون رابط الايبك جيمز في السوني علشان تاخذ الهدايا في لعبة فورتنايت، تمام؟ طيب، اللي عنده جوال اول شيء تسويه انك تحمل برنامج تويتش من جوجل بلاي، من اي برنامج يعجبك. بعد كده اول ما تحمل البرنامج، بعد كده تدخل على اي متصفح وتفتح حساب في التويتش، لانك انت ما تقدر تفتح حساب من نفس البرنامج حق تويتش لانه التويتش معلق. طيب، جميع الاشياء هذه علشان تسويها انا احط لكم الرابط اسفل الفيديو، مقطع سابق ليا شرحت فيه كل شيء بالتفصيل، كيف تفتح حساب، كيف تفتح حساب في التويتش، كيف تربط التويتش بالايبك جيمز، وموضح كل شيء ومسويه على اجزاء، تمام؟ طيب، مجرد انك انت سويت الاشياء هذه كلها وكل امورك في التمام، طب خلينا نبدا. اول شيء تدخل على اي متصفح وتكتب تويتش، هيدخلك على الصفحه الرئيسيه، لكن حقون الجوالات تدخل على نفس البرنامج حق تويتش. لا تدخل على المتصفح، لا، ادخل على البرنامج عشان تقدر تاخذ الهديه، ماشي؟ طيب، مجرد انك انت دخلت موقع تويتش او صفحه تويتش، طيب اولا ضروري الشخص اللي انت تتفرج له ضروري يكون مشغل اللايف او المباشر، هذا واحد، تمام؟ ثاني شيء ضروري انك الشخص اللي تتفرج له يكون دروب تحت في المقطع عنده مكتوب دروبز انيبل او دروبز، يعني يا دروبز يا دروبز انيبل، ماشي؟ طيب، في نقطة مهمة احب اوضح لكم اياها، والنقطة هذه كثير من الناس ما توضحها. اي شخص عشان تعرف انه يعطيك هدايا تويتش، كيف تعرفه انه يديك هدايا تويتش او لا؟ لاحظوا معايا وركزوا معايا تمام. عندنا الشخص هذا دائما انا اشاهده يعطيني هدية تويتش، لاحظوا اول ما اضغط عليه ايش يطلع لي، خليكم مركزين في هذا الشيء، في اليمين، في اقصى اليمين هنا، شوف يطلع لكم الشعار حق التويتش. اول ما يطلع الشعار هذا تعرف انه الشخص هذا هيعطيك هدايا تويتش، فانت تتفرج وانت مطمئن، ماشي؟ طيب، بعد كده تضغط على السهم الصغير اللي هنا، هيطلع لك المربع هذا البنفسجي، تضغط عليه هيفك لك الصفحة الثانية. لاحظوا هنا أول شيء هيطلع لك الهدايا إيش هناخدها في الثلاثة الأيام الجاية. عندنا هنا أول هدية اللي هي الأيموجي اللي هناخدها اليوم، بعد كده يوم، عندنا هنا مكتوب من 7 إلى يوم 11 هناخد الأيموجي، بعد كده عندنا البخاخ من يوم 11 إلى يوم 18 هناخد البخاخ، بعد كده عندنا من يوم 21 إلى يوم 24 هناخد حقيبة الظهر اللي هي درع البطل، تمام؟ كلها هتصير هذه البتوت في شهر يوليو، انتبهوا من هذا الشيء. طيب، مجرد انك انت دخلت في الصفحة هذه تضغط في الكلمة هذه اللي في اليسار، لاحظوا ايش مكتوب، هذه اللي في اليسار تضغط عليها هيطلع لك الهدية وتطلع لك العداد. مجرد انك انت تشاهد لمدة 30 دقيقة ويتملى معاك العداد للآخر، بعد كده تفعل الهدية عشان تاخذ الهدية في لعبة فورتنايت، لأنه النظام القديم مو نفس النظام الجديد، النظام الجديد انك لازم تفعلها، تمام؟ الآن أوريكم كيف تفعلوها، بس في نقطة كده بوضح لكم إياها. عندكم هنا الهدية إذا حطيتها عليها يقول لك يوم 11 والهدية اللي بعدها يوم 21 عشان تعرفوا التواريخ، أوكي؟ طيب، حقون الجوال ممكن ما حيطلع لكم العداد، لكن مو مشكلة، أول ما تضغط ويطلع لك الإشعار أنت احسب بالجوال 30 دقيقة، بعد ما تحسب 30 دقيقة تقدر تفعل الهدية نفس الكمبيوتر. فهمتوا كيف؟ هذا النظام لازم تعرفوه عشان تفهموا كيف تسووه. طيب، مجرد انه انت اكتمل معاك العداد للاخير، لاحظوا معايا انا سويت لكم كذا مقطع صغير من مقطع سابق كيف تفعلوا الهديه وكيف تقدروا تاخذوها في لعبه فورتنايت، لانه ايش؟ عشان ما الموضوع حيطول اذا انا انتظر نص ساعه. هيركزوا معايا تمام. اول شيء حيطلع لك نفس النظام هذا، مربع كذا وسط الصوره، تضغط على المربع حيطلع لك فوق علامه الصح. كده انت خلاص فعلتها في لعبة فورتنايت، تدخل اللعبة هتحصل الهدية على طول قدامك. طيب، اذا انت سويت الحركة هذه
مثلا سويت الحركة هذه ودخلت اللعبة وما حصلتها، تعرف انك انت رابط حسابك، فروح حاول انك تربط حسابك الايبك جيمز بالتويتش. طب اذا انت حسابك التويتش والايبك جيمز مربوطين، اتاكد ان السوني والايبك جيمز مربوطين. طب اذا كل امورك تمام، سوي حركة واحدة، لانه بعض الاحيان تويتش يعلق معك. ايش تسوي؟ اقطع الاتصال بين تويتش وايبك جيمز، وبعدين ارجع اسوي له اتصال ثاني مرة. بعض الاحيان يكون معلق، لكن مو مشكله، هذه الاشياء تصير معانا دائما. بس انت حاول انك ايش يعني تشغل مخك، تسوي الحركه هذه، بعد كذا حتلاقي الهديه عندك في لعبه فورتنايت. طيب، في طريقه انا حسوي لكم اياها، والطريقه هذه خدمه مني لكم جميع الناس اللي يعطوكم، يعني انا حختار لكم 2 أو 3 أشخاص اللي هم مضمونين يعطوكم هدايا تويتش، احط لكم اسماءهم وروابط قنواتهم اسفل الفيديو. كل اللي عليك انك تدخل على الرابط، هيدخلك على القناة على طول، وهتلاقي وتشاهد البث لمدة 30 دقيقة وتاخذ الهدية. ماشي؟ طيب، اذا انت مثلا لقيت البث الاول، يعني اللي انا حاططهم، البث الاول مقفل والثاني مقفل والثالث مقفل، خلاص انت اتبع الطريقة اللي انا وضحت لك اياها، انك انت تدخل على اي واحد وتشوف انه حيطلع لك الاشعار او لا. فهمتوا كيف؟ ركزوا في هذه الاشياء تمام؟ واي احد عنده اي استفسارات عن اي شيء ارسل لي في التعليقات، انا اجاوب على كل التعليقات. كذا وصلنا لنهايه مقطعنا، اتمنى اي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وان شاء الله نتقابل في مقطع اخر، وفي امان الله.